رباط صباح اشتخيت من السماء وما بغى شي يديني من الناس. كنت فرحان حيت أول مرة ما نسافر شي بلاد، كنت نقاد الباليزات ديالي اللي كانوا ورا الليل كله، وأنا كنقول واش هداك الشي اللي كنشوف في الأفلام هو اللي غنلقى في مصر. بقيت سارح بخيالي شوية ونط ندوش، خرجت من الدوش صوبت فطوري، وانا عزيز عليا في الفطور مصوبت في تاب الماء كنزيد عليها البيض، صوبت كاس ديال القهوة وريحت كنفطر. شوية كنسمع التليفون كيصون، لقيت عمر صاحبي جا باش يديني للمطار، هزيت لافاليز ديالي الطريق كاملة وحنا كنضحك. عمر واحد الدري اللي كان ما خدام لا والو، وحرق البرا ودار لابس، وحتى واحد ما عرف كيفاش دار لابس غير هو اللي سولتيه في حومه. لا عمر كيقولك الله يعمر العطار. المهم وصلنا للمطار، دخلت بكري بطبيعة الحال شي جوج سوايع قبل باش انا نقاد اموري الداخل. مشيت شديت قهوة على ما يوصل الوقت، واحد شوية كنسمع حضرات السادة يرجى الانتباه هذا هو النداء الأخير. مشيت طلعت للطيارة، وأول مرة نحس بالإحساس ديال الطيارة وتقنعت، وكان إحساس غريب. وصلنا الإسكندرية، خرجت من المطار وشديت تاكسي ديريكت لوطيل اللي سميتو سيسيل. هذا كان من أقدم لوطيلات في الإسكندرية، كانت تبنى في 1929، وكان مولاه واحد الألماني سميتو ألبرت لاباس عليه. هاد لوطيل كان كيطل على البحر ديال الإسكندرية وعلى ميدان سعد زغلول. دخلت درت تشيكين ديالي وطلعت للشومبر نرتاح من السفر. بديت كنستف في الحوايج، جبت معايا واحد الصندوقة صغيرة قصتها ونرجعو ليها من بعد. مهم دخلت دوش تحيت العيا ونعس، فاش فقت كان فات الحال باش نخرج نكتشف المدينة. المهم ما قلتش ليكم، انا سميتي احمد عندي 25 عام، وكنت متعلق بجدي بزاف. وجدي كان عنده بازار وكان مولو بالاجار الفرعوني، وبحكم انيتي مو جدي لا رباني حتى تربى فيه حب الاجار الفرعوني. جدي قبل ما يموت كان قال لي على هاد الصندوق اللي فيها واحد الخريطة حياته كلها هو كيقرا باش يكتشف كيفاش يحلها. في الاخر عرف بلي كاين واحد التراب كاين في بئر مسعود في البحر ديال الاسكندريه، وهادشي اللي جيت انا. رتبت حوايجي وهبطت نكتشف الاكل المصري، حيت كنت كنسمع سندويتشي كبدة اسكندار وقلت ضروري نجربه. خرج كندور حتى لقيت واحد المحل سميتو كيبدا الفلاح، خديت ربعة وبان لي الحجم ديالهم صغير، وشت واحد جوج كان داكشي زوين كيف ما كيعاودو عليه. ومشيت خديت كوشاري اسكندراني وطلعت للوطي. نعس حليت عيني الغد ليه هبطت باش نفطر، رجعت للشومبر تلاقيت مع الدراري ديال روم سيرفيس اللي واحد درا عنده شي 31 عام في الأمر، وسولتو على بئر مسعود شاف فيا وقال لي بواحد الضحكة خفيفة، واش حتى انت باغي تحقق شي أمنية؟ شفت فيه وابتسمت وانا كنقول في راسي واش هدا عارف شي حاجة. المهم دخلت لبس حوايجي هبطت البازار اللي لتحت، نعتو ليا هو
قالت لي لقيت فين الناس بزاف وعامر، بقيت كنشوف الاجات اللي كاين تما. ديك الساعه تفكرت البازار ديال جدي وانا كنشوف الاجات اللي تما، بان لي واحد السيمبول ديال مصر. داك الديكور بان لي خو اللي عندي في الصندوق، بقيت كنحقق فيه حتى جاني واحد الصوت فوق اللي قال لي واش عجبك؟ درت الشيف فيه لقيتو راجل كبير داير بحال العمدة ديال الأفلام مثلا. سولني واش كيعجبوني الأتار، شفت فيه قلت ليه حتى أنا عندي بازار وعجبني، شحال التمن ديالها؟ شاف فيا وابتسم وقال لي لا شك أما من المغرب أو الجزائر، ولكن غالبا أحبابنا أهل المغرب. قلت لي مغربي؟ قال لي انتوما احبابنا، اجي نجلسو وانا اعزمك على شيء. ريحنا وبدا كيعاود لي على القصه ديال داك الصابون. هذاك من الاثار فرعون القديمه والنادره، قال لي بلي هو اثر حقيقي مصر نادر اللي سميتو اله حورس، وبلي مصر اللي مرسوم تما كيعنيو به إلى السماء، والكرة اللي فوق منه هي الشمس. وهاد الأثر ماشي لبي حيت هو أثر فرعوني قديم. سلمت عليه وخرجت، ولكن كان قال لي واحد المعلومة بقات كدور ليا في راسي، بلي هاد السامبول فيه طاقة مباركة، أنه إلا دوزتي على واحد البارتي كينف بئر الأمنيات، داك الحجر كيولي طراب. كان فيه الجوع مشيت باش نتغدى، دخلت وسط الزنقة ديال الإسكندرية، بان ليا واحد سميتو العمي زغلول، بان ليا عندو داكشي ديال الأطباق ديالو وأنا كيعجبني داكشي. خليت نجرب، خديت واحد الطبق فيه فلافل وبطاطس بهارات وجبنة قديمة وكان معاه باذنجان، كليتهم الصراحة داكشي ماضي. متخلص لقيتو داير 100 جنيه تقريبا 33 درهم، ونسولو على بئر مسعود، نعت لي على البلاصه في الكايت، شديت توك توك ومشيت ليه. لقيت بزاف ديال السياح وبقيت كنفكر كيفاش ناخد التراب والبئر كله حجر. حتى من القيلاده اللي السيد عاود لي عليها هي اللي كترد داك الحجر الرمله مبغاش يبيعها لي. ديك الساعة عرفت راسي غنطول في الإسكندرية، رجعت للوطيل ريحت في لاطير راسي، وبقيت كنشوف في ظلمة الليل، وهنا لقيت كي غادي نخرج.